نسمة، ازيك يا نسمة جميلة؟ الله يبارك فيك، عامله ايه انت كده؟ الحمد لله حبيبتي. ازيك يا نسمة؟ منورين البرنامج. ازيك استاذه نادية؟ استاذة تمام، نادية بتقولك الله ازيك. يسلمك. اتفضلي يا نسمة ربنا يخليك. معلش هم حلمان صغيرين. قولي. اول حلم، اللهم صل على سيدنا صوت النبي. انا السلام. حلمت ان انا بصلي على سيدنا النبي في مكان صوت واسع، السلام. اه وفي واحده بتصلي برضه على سيدنا النبي، وكان العدد 1000 وشويه بعد جميل ال1000. جميل. الحلم الثاني ان انا قاعده في بيت كبير واسع، وغنم الغنم بتاعنا احنا في المنام، والبيت زي بيتنا. قاعدة فبعد بيت كده هي جواز، هو جواز. فبعد كده في عاوز ايدي، تتجوزي يا نسمة؟ الله المستعان. فبعد هو ده كده ايه، عريس. بعد كده كان في كوبايه في ايده وانا عايزه اشرب لبن. اه فبعد كده بدور على الجاموس عشان ايه احسن. صح فبعد جميل. كده بدور، رحت لقيت معده في الارض، افتكرتها ميته، اتاريها ولدت وجابت 4. بعد كده دخلت في مكان كده تاني، لقيت جاموسه كبيره ايوه، وولدة وجاب الذكر، وبعد كده ما انا حصانها. المعزه دي ما كنتش عايزاها خالص، كويس ان طلعت بدلها الجاموسه على طول. جميل. وبعد كده حصانة اه خيل، وبعد كده ولد برضه وجاب ذكر. فانا بقول ما شاء الله ما شاء الله، ده السنه دي خيرها كتير. اه فاحمد بيقول لي جابوا ايه، بقول له كل واحده فيهم جاب الذكر، بيقول لي ما شاء الله وقعد يكبر. فين بقى العريس ده يا نسمه؟ هو فين؟ مش عارف. هجيبه. شكرا ليك يا نسمه، نورتيني. طبعا احلامك جميله، مبشره الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، والجاموسه المعزه اللي كانت موجوده في الاخر يعني جاب بدلها الجاموسه، فهو بيدل على ان ربنا يستركم، هتبقى في جوازه جميله جدا وفيها فرحه كبيره وفيها خير، والناس كلها هتبقى تتساءل العريس ده جاي منين. ما شاء الله يعني. قريب جدا يا نسمه، اتصلي بينا وتفرحينا ان شاء الله.